كثير النمام. يا طبيب المرضى يا ومعين البائسين يا جابر القلوب المنكسرة هذه لضنين يا سلوى الحزنة ومغني الموازين. يا ناشر الساقطين يا غافر الخطى مكمل القديسين يا من بعت ابنك الحبيب لخلاص العالمين فتجسد من الأضرار القديسة مريم ثم صر الفداء برب دم ثمين. وفي ليلة نميم أخذ خبزا وخمرا وبارك شاكرا ونوى الرسل القديسين قائلا هذا هو جسدي وهذا هو دمي كل اشرب منهما عربنا للحياة لكل من ابن بي. وبهما اصنع ذكر موتي ودفني وقيامتي دائما وقد امتثلنا امامك الاثم هذه الخدمة السرية فأنعم علينا ربنا بنفس برام وجسد عافي وضمير طاهر وفكر نيال ومحبة صادقة وإيمان قويم ورجاء وطيب وعرض يا ربي هذا البخور الذي أطرنا وما مار بيتك لا تغ طلبات عبيدك الذي لا المبتهلين إليك في كل حين يا من لك يجيب الحمد والسجود ولابنك الوحيد ورعك القدوس وشاق الزبان والمين دم حيلو حاطو لالو اني ويمار قديش Thank you.
ونخي عمه وعمره مسرين مشتبه هاود مالين بنبيه ومشتيخ بحضوريته وقادشته وقاتوريقي واشتيخيته موتينا نحضوري معموديته شبهونه ضحطوري ومساكنا نلخيم تلميثي والحاي حاتي دبعون مداتي أمين بارك موسى من قادس قرية ليسا ومن قنا محادة بسورة حبا شعر من الشيخ قادس ناس من بارك مور شلامان كل خاين وامروح شادر قولك يا صريق دمي فارحي عطيب في حيد يا براق دامي نقش في طرح نراق نقريشا واشا وكل اسفان هاتفين وقائلين قابلين